ننسى حزنهما لحزننا
ننسى ألمهما لألمنا، فضيعنا المعروف الذي أسدوه إلينا، ولم نشعر بهما كما شعروا بنا ونحن صغار، وكما نشعر بأبنائنا ونحن كبار. إن بر الوالدين فرض فرضه الله تبارك وتعالى على كل إنسان في كتابه وفي جميع كتبه التي أنزلها على رسله، وجعل طاعتهما وبرهما بعد طاعته. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. بعد طاعة الله وبعد التوحيد قضى، أي أمر ربك أن نطيعهما وأن نحسن إليهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. إنه أمر الله تبارك وتعالى لنا ليعلمنا وليذكرنا أن أهم شيء في هذه الحياة الدنيا بعد طاعة الله وطاعة رسول الله هو برك وإحسانك بوالديك وطاعتك لوالديك. يجب عليك ألا تنسى ذلك في زحمة أعمالك وأموالك ونسائك وأبنائك، فهؤلاء جميعا إن فرطت في بر والديك كانوا وبالا عليك يوم القيامة وحسرة وندامة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصعد على المنبر: آمين آمين آمين. فيسأله أصحابه رضوان الله عليهم فيخبرهم عن جبريل وأنه أخبره ثلاثا، آخرها رغم أنفه، رغم أنفه وضع في التراب، رغم أنفه فيقول آمين، اللهم آمين. من بلغ والداه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة أو أدخلاه النار أو ودخل النار. طاعة الوالدين فرض فرض الله تبارك وتعالى على والإحسان إليهما أفضل من جميع نوافل العبادات وأعظم وأوجب وأفرض. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الإسلام فيقول: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله من أعظم الطاعات والعبادات، لكنه والله لا يعدل شيئا في طاعة الوالدين، لا يعدل شيئا في طاعة الوالدين ولو جزءا صغيرا. فهما وصية الرب تبارك وتعالى، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حملته كرها ووضعته كرها،
وفي سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، تأكل من لحمها ودمها ومائها وحليبها، تمتص خيرات جسمها حتى تنزل وتأتي إلى هذه الدنيا فتلقم ثدييها، تمتص من خيراتها فتضعف وتمرض من أجل أن تصبح رجلا سويا كبيرا هكذا. ثم إذا مرت بك السنون نسيت هذا الفضل لأنك لم تره، لأنك لم تستشعره، لأنك لم تعرف فضلهما، لأنك لم تعرف ما فعلت هذه الأم التي سهرت بك وأنت في بطنها، وسهرت وأنت خارج بطنها وحملت همومك وآلامك ولو بلغت السبعين والثمانين من عمرك. هذه الأم لها هذان الوالدان، والأم بالذات لهما شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى. فيا ويل من ضيع حقهما، فيا ويل من قطع صلتهما، يا ويل من قطع رحمهما. إن من يقطع الرحم بصفة عامة وليس بالأبوين فإن الله سبحانه وتعالى يلعنه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إنها وصية الله لنا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، إحسانا. وهي صفة الأنبياء والمرسلين، الإحسان بالوالدين صفة الأنبياء والمرسلين والصالحين في كل زمان ومكان. وها هو ربنا تبارك وتعالى يمدح يحيى عليه السلام، يمدحه فيقول في وصفه: وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًا. ويذكر نفسه ويقول: وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هذه صفات الأنبياء وصفات الصالحين. تخيلوا عمر رضي الله عنه، تخيلوا أمير المؤمنين الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه: ما سلكت فجا يا ابن الخطاب إلا وسلك الشيطان فجا آخر. الذي قال فيه: لو كان نبي من بعدي لكنت يا عمر. الذي قال فيه: إن يطيع أبا بكر وعمر يرشده وإن يعصوهما يضل عمر. خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخليفة العظيم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من أويس القرني أن يستغفر له. فمن أويس هذا رضي الله عنه؟ من أويس؟ التابعي المخضرم بالنسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خليفة الراشد، الإمام الذي وافق القرآن قوله في 19 مسألة. يقول عمر رضي الله عنه كما ورد في الحديث: أو كان كلما ورد عليه وفد من أهل اليمن قال: هل فيكم أويس القرني؟ حتى وفد عليه أويس فقال: أنا أويس. فقال له عمر رضي الله عنه: أنت أويس القرني؟ قال: نعم. قال: من مراد؟ قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفد عليكم نفوذ اليمن وفيها أويس القرني، كان به موضع برص فعافاه الله منه إلا موضع درهم، وكان أبر الناس أو كان برا بأمه، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. قال له: فاستغفرني. فاستغفر له رضي الله عنه. أويس، ما هي صفته؟ لا شيء، لا نعلم عن عبادته شيئا، لا نعلم عن حفظه لكتاب الله شيئا، لا نعلم من الحديث إلا أنه كان أبر الناس بأمه. ولبره بأمه طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر أن يطلب منه أن يستغفر له رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه كان بارا بأمه. هذه صفات الصالحين، هذه صفات المتقين الذين يقفون عند حدود الله فلا يضيعوها. لذلك كان من أفرض الفروض بعد عبادة الله وتوحيده طاعة الوالدين والبر بهما والإحسان إليهما. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، جئت لأبايعك على الهجرة والجهاد، ما حييت. قال: ألك والدان؟ أو هل أحد أبويك حي؟ قال: بل كلاهما حي. قال: ارجع إليهما ففيهما فجاهد. ارجع إليهما ففيهما فجاهد. وجاءه رجل آخر قال: يا رسول الله، إني أردت الغزو أو الجهاد. فقال: أأبواك حيان؟ قال: نعم. قال: ارجع واستأذن منهما، فإن أذنا لك فنعم، وإلا ففيهما فجاهد. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ورضا ربي تبارك وتعالى متعلق برضا الوالدين. افعل ما شئت، إن سخط عليك والداك فسيذهب عملك هباء منثورا. افعل ما شئت من الطاعات، رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسأل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: ثم أي؟ ثم أي؟ قال: بر الوالدين. بر الوالدين يأتي بعد الصلاة مباشرة. وأي صلاة هي؟ هل هي صلاة النفل؟ لا والله، إنها صلاة الفرض. ووالله لو ناداياك وأنت في صلاة نفل لوجب عليك الرجوع، ولو ناداياك وأنت في حج متنفل لوجب عليك الرجوع، ولو ناداياك وأنت في أي طاعة ليست فرضاً وجب عليك الرجوع. وهو الحديث الذي تعرفونه جميعاً في صحيح مسلم، أن جريجاً وكان عابداً من كبار عباد بني إسرائيل يعبد الله في صومعته، فجاءته أمه في اليوم الأول نادته: يا جريج، وهو يصلي، فقال: أي ربي، أمي وصلاتي، أيهما أختار؟ أأخرج من صلاتي من أجل أمي، أم أنا بين يديك الآن؟ أنت يا ربي أهم من أمي، أمي وصلاتي. ثم انصرفت عنه فجاءت في اليوم الثاني وهو يصلي: يا جريج، قال: ربي، أمي وصلاتي. فانصرفت عنه فجاءت في اليوم الثالث: يا جريج، فقال: ربي، أمي وصلاتي. فدعت ربنا تبارك وتعالى ألا يموت حتى يريه وجها المساءلة.
وكان البغي من بغايا بني إسرائيل. فقالت لهم أنا أجعله يزني بي. فذهبت إليه أو تآمروا عليه ليقع في الفتنة والزنا، فأتوا بغية من بغايا بني إسرائيل وكانت جميلة وكانت فاتنة، فجاءته إلى بابه تحاول معه فما أفلحت، فوجدت راعيا كان يأوي إلى صومعة جريج فوقع بها، فمكنته من نفسها فوقع بها فحملت ووضعت، ثم جاءته بالغلام وقالت هذا غلام جريج، فذهبوا إليه يهدمون صومعته ويضربونه ويتهمونه بالزنا والفاحشة. فقال أين الولد؟ فأتى به فوضع إصبعه في بطنه هكذا وقال له بالله عليه من هو أبوك؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع تكلموا في المهدي وذكر منها جريجا. قال أبي الراعي فلان. فأقبلوا عليه يقبل قدمه ورجله ويقولون له نبني لك صومعة من ذهب، فقال ابني صومعة من الطين. الشاهد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما لم يرد على أمه في صلاته التي تطوع فيها جوزي بدعاء أمه عليه، فلم يمت حتى رأى وجه المومسات ورمي وقذف بالزنا وهو براء منه. ومنه يعلم أن أمك لو نادتك وأنت تصلي صلاة نافلة فاقطع صلاتك واذهب لها، واذهب إليها وأطعها وانظر ماذا تريد. إنها من أفرط الفروض بعد صلاة الفرض، فلا تضيع هذا يا عبد الله. ولا أريد أن أتكلم عن عقوق الوالدين، تحدث عنه في الخطبة القادمة بإذن الله، لكننا نتكلم عن الطاعة، نتكلم عن الطاعة، نتكلم عن الوالدين اللذين لو أنفقت ما في الأرض جميعا لكي ترد لهما شيئا ونذرا يسيرا من حقهما ما استطعت أن توفيهما حقهما ولو فعلت ما فعلت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا حتى يراه عبدا فيعتقه، سواء كان الوالد والوالد بعينه الرجل، سواء كان الوالد اسم جنس يعني كل من ولد له الأم والأب، قال حتى يراه عبدا فيشتريه فيعتقه. وما نحن بمستطيع ذلك. ويتوجه عندي أنها في الوالد الذكر في الأب، أما الأم فإن فعلت ما فعلت ما وفيتها شيئا. يطوف عبد الله بن عمر رضي الله عنه حول الكعبة وإذا برجل وضع أمه على كتفه يمشي بها ويرتجز قائلا أنا لها بعيرها المذلل، أنا جملها الذي تركب عليه، إن أذعرت ركابها لا أذعر، أنا لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه أتراني جزيتها شيئا أو جازيتها شيئا؟ قال لا، ولا زفرة من زفراتها، ولا طلقة واحدة من طلقاتها حين الولادة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو فعلت كل قربة، ما جازيتها بزفرة واحدة من زفرات الولادة. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحاح وقال يا رسول الله إني أردت الغزو فجئت أستشيرك يا رسول الله، قال ألك أم؟ قال نعم. قال إلزم رجليها فثم الجنة، إلزم رجليها فهناك الجنة،
الزم رجليها فثم الجنة. وكان أحد الصالحين يأتي يقبل رجل أمه وينام تحتها في كل يوم، فتأخر يوما عن أصحابه فسألوه أين كنت؟ قال: كنت أتبرغ في رياض الجنة، كنت أتبرغ في رياض الجنة. ألك أم؟ نعم. إلزم رجليها، إلزم رجليها، تريد الجنة؟ هناك. إلزم رجليها فثم الجنة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ليس معناه كما كبراني، لا، كما تعبا علي، وكما أنفقا علي، وكما تألما من أجلي، وكما حرما أنفسهما من الطعام والشراب واللباس لكي آكل وأشرب وألبس. فليس هناك ما نفسي بما به، والله ليس هناك ما نفسي بما به، إلا أن نطيع وأن نطيع وأن نطيع. لماذا؟ لأنهما سبب دخول الجنة. لذلك كان إياس الذكي القاضي المعروف لما ماتت أمه وجدوه يبكي بكاء شديدا، فقالوا له: يا إياس، لما البكاء؟ لما العويل هكذا؟ قال: اليوم، قال: كان لي بابان إلى الجنة وقد أغلق اليوم أحدهما. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الطائعين لوالدينا، وأن يجعلنا من البارين لهما في حياتهما وبعد موتها، وبعد موتهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب، تواترت الروايات والأحاديث في طاعة الوالدين وفي مدى سماع كلامهما وفي مدى تقبل ما يأمرانا به. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أبا الدرداء رضي الله عنه وصية جامعة، منها قوله: وإن أمراك أن تخرج من دنياك لهما فاخرج، وإن أمراك أن تخرج من دنياك لهما فاخرج، وإن أمراك أن تتوقف عن العمل إن كان عندك ما يكفيك فيجب عليك أن تتوقف، إن أمراك أن تترك التجارة وعندك من الرزق ما يكفيك ويكفيهم فتوقف، إن أمراك أن تطلق زوجتك تطلق. جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه وقال: يا أبا الدرداء، إن أمي تكره امرأتي وأنا أحبها، فهل أطلقها؟ فهل أطيع أمي فأطلقها أم أمسكها؟ فقال: لا أدري ما أقول لك، لكني أخبرك بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظه أو ضيعه، أو ضيعه، فاحفظه، فاحفظ هذا الباب أو ضيعه. وورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن عمر تزوج امرأة وعمر رضي الله عنه لها كاره، فقال: طلقها. قال: فأبيت. فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أمرته أن يطلق زوجته فلم يطلق. فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي: طلق. وفي رواية: وإن قال طلق فطلق. إلى أي حد نطيع الوالدين؟ نطيعهما في كل شيء إلا في معصية الله تبارك وتعالى، فعندها لا سمع ولا طاعة
مع الإحسان والحب والتقدير والتبجيل وتقبيل الأيدي والأقدام، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم هناك فقط، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. في حالة أن يأمراك بالشرك فلا تطعهما، في حالة أن ينهياك عن عبادة هي مفروضة عليك فلا تطعهما وأد تلك العبادة. أما إن أمرك بترك سنة، بترك نفل، إن أمرك بمثل ذلك، إن أمرك بأي أمر في الدنيا ليس فيه معصية الرحمن فأطع، فإن طاعتك لهما أعظم أجرا من تلك العبادة التي ستفعلها. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح فساد قلوبنا، وأن يرزقنا بر آبائنا وأمهاتنا. اللهم اجعلنا بارين بوالدينا، اللهم اجعلنا بارين بوالدينا، اللهم اجعلنا رحيمين بوالدينا، اللهم اجعلنا طائعين لوالدينا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم طهرنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، واهدنا لصالح الأعمال، واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ارزقنا حفظ القرآن وتلاوته آناء الليل وآناء النهار، اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وانفعنا منه بما علمتنا، اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا مبلغ علمنا ولا أكبر همنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في العراق، وانصر إخواننا في أفغانستان، وانصر إخواننا في الشيشان والقوقاز، وانصر إخواننا في جميع بلاد المسلمين. اللهم استر عيوبنا وعوراتنا، وآمن روعاتنا، اللهم استر عيوبنا وعوراتنا، وآمن روعاتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلوا وسلموا وباركوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ننظر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث عبد الله بن عمر أن نلزق الكعب في الكعب، والكعب هو العظم الناتئ على يمين ويسار الساق، أن نلزق الكعب في الكعب، والقدم في القدم، والكتف في الكتف، هكذا كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من وصل صفاً وصله الله، ومن قطع صفاً قطعه الله. لتسوّن بين صفوفكم، أو ليخالفن الله بين قلوبكم. لتقيمن صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا الكلام النساء والرجال فيه سواء، فلا فرق بين الرجال وبين النساء في تسوية الصفوف، ولا في هيئات الصلاة، ولا في حركاتها. بارك الله فيكم، ما شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يثبتكم، أسأل الله عز وجل أن يثبتكم على السنة، وأن يميتنا على السنة متمسكين بها. إياك نعبد وإياك نستعين،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.